إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. المسيح قام من عايد أحبائنا، شعبنا، مواطنينا، كل أبناء البلد، شعبنا بهذا العيد المبارك، عيد قيامة السيد المسيح له المجد. عيد القيامة هو العيد الأساسي يلي تحتفل فيه الكنيسة، وهو بعيد الإنسان إلى حقيقته. خلق الله الإنسان لحتى يعيش، ولكن آدم أخطأ فكانت نتيجة الخطيئة هي الموت، وكان لابد لكي تنتصر الحياة من جديد أن يأتي الرب المخلص ويقدم ويضحي من أجلنا حتى دشن لنا طريق القيامة من جديد، وقدم هذه الهدية للإنسانية للبشرية أن يكون الإنسان من جديد ابن الحياة وليس ابن للموت. عيد القيامة عيد مبارك من عايد شعبنا، أحبائنا، مواطنينا، بلدنا في هذه الأيام الصعبة. أكيد أيام صعبة بسبب الظروف اللي عم نمر فيها. اختبار للمرة الأولى منعيد في هذا الأسبوع العظيم بغياب المؤمنين عن الكنيسة اللي بيحبوا يشاركوا، ولكن الظروف الحالية طلبت منا أنه نطلب من الجميع الالتزام ببيوتهم. وقدمنا مثل أنه كما نحن نعتبر أننا أثناء الصلاة يحضر الملائكة ويحضر القديسون بيشاركونا بالصلاة بشكل غير منظور، أيضا الآن نصلي ونقدم الصلوات في هذه الأيام المباركة ونعتبر حضور أحبائنا وأبنائنا موجودين ولو كانوا في البيوت، ولكن خبرة مشابهة بحضور غير المنظور. نطلب من الرب الإله أن يعيد هذه الأيام على بلدنا وعلى شعبنا وطننا، تكون ظروف أفضل، تكون انتهت هذه الحالة اللي عم نمر فيها حاليا، هذا الوباء يلي نشكر الله أنه شعبنا كان واعي والتزم كله بالتعليمات وضبط في البيوت واتبع التوجيهات اللي كانت موجودة من الحكومية اللي كانت تطلب الحجر للبقاء في البيوت، اتباع قواعد النظافة والأمور الاحترازية المطلوبة، وهذا أدى إلى نتيجة أنه هذا الوباء لم ينتشر في بلدنا وبقيت الحالات محدودة جدا جدا. أي بنعمة الرب الإله، بصلوات جميع المؤمنين، بسبب محبة شعبنا وتعاونهم وتجاوبهم مع كل المطلوب منهم من قبل الإدارات الحكومية، كان شعبنا كثير متجاوب، وهذا أدى لحتى ننجي ننقذ بلدنا. وإن شاء الله خلال فترة قريبة ينتهي هذا الوباء ونعود إلى الحالة الطبيعية ونكون نفدنا من هذه الوباء الآتي إلينا بأقل الخسائر الممكنة. أكيد الظروف صعبة على الجميع، كل عم يتحملوا ظروف قاسية جدا بسبب توقف الأعمال والأشغال، ولكن هذا صار علينا وعلى غيرنا. اعتمادنا على ربنا، محبتنا لبعضنا، والشكر الخاص لكل اللي عم يساهموا في تخفيف العبء والعناء والصعوبات اللي عم يعانوها كثير من الناس، هذا شكر من قدمه له الرب الإله في هذه الأيام المباركة المقدسة، أيام الأسبوع العظيم، عيد الفصح المبارك المقدس، قيامة السيد المسيح. نتمنى لشعبنا أيام باركة وعيد مبارك.